ما دلالة نفي تقرير الخبراء وجود دلائل على مقتل أبي اليمامة بيد الحوثيين؟ هل فعلا تورط هاني بن بريك بتصفيته؟ وما الذي سيبنى على مؤشرات تورط الإمارات في دعم الفوضى بعدن وتفويضها للدولة؟ أهلا بكم. نفى فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن في تقريره الأخير وجود أي دلائل لتورط الحوثيين في اغتيال أبي اليمامة رغم تبنيهم لذلك، كما ألمح التقرير بحسب محللين إلى تورط الإمارات وهاني بن بريك نفسه بعملية قتل أبي اليمامة. الهدف من ذلك، يقولون، إشعال الفوضى في عدن والمحافظات الجنوبية وطرد الحكومة الشرعية والقوات التابعة لها. القوات المنفلتة وهي قوات الحزام الأمني وقوات النخبة الشبوانية وقوات النخبة الحضرمية وقوات الساحل الغربي باستثناء قوات أمجد خالد وجماعة أبي العباس، مجملها تخضع سيطرتها لدولة الإمارات. هذا الدعم لهذه القوات، يقول مراقبون، يؤكد أن الإمارات ساعية في مشروعها بتمزيق اليمن، وما تجلى بحسبهم في موقف الانتقالي الرافض لتنفيذ اتفاق الرياض. مثل ما قلت لفخامة الرئيس، أنا مجددا يريد اسم دولة الإمارات في تقرير أممي مقرونا بدعم الفوضى والتمرد وتقويض الشرعية في اليمن، حيث ورد في تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة إشارات إلى القوات المنفلتة المدعومة إماراتيا كقوات الحزام الأمني وقوات النخبة الشبوانية وقوات النخبة الحضرمية وقوات الساحل الغربي باستثناء قوات أمجد خالد وجماعة أبو العباس، وهي قوات في مجملها تخضع لسيطرة دولة الإمارات وفق التقرير. التقرير الأخير لفريق الخبراء بات شكلا من أشكال التوثيق الدقيق لممارسات الإمارات ضد الشرعية، ليشكل واحدة من أهم الوثائق التي تدين الإمارات وتثبت تورطها في انتهاك سيادة الدولة اليمنية وتقويض شرعيتها. يقول التقرير إنه في الأول من أغسطس قتل العميد منير اليافعي المعروف بأبو اليمامة، ورغم تبني الحوثيين للهجوم إلا أن فريق الخبراء لم يتمكن من ملاحظة أي مؤشر يدل على ذلك. ويرى الفريق أن هاني بن بريك استخدم سلطته بصفته نائب رئيس المجلس الانتقالي بتعبئة جماعته المسلحة لتقويض سيطرة الحكومة وسلطتها في عدن وأبين تحت مبرر الانتقام لأبو اليمامة. ولم يخلو التقرير من الإشارة إلى تورط بن بريك في تصفية أبو اليمامة الذي لم يكن سوى مجرد خطوة لتصعيد الانتقالي ضد شرعية الدولة. أهم ما أورده التقرير في هذا الجانب هو نقطة التحول الكبيرة في معركة الإمارات ضد الشرعية، والتي حدثت في أواخر أغسطس حين شنت قوات الإمارات الجوية غاراتها على الوحدات العسكرية التابعة للجيش. رغم التوقيع على اتفاق الرياض إلا أن الأمور لم تكن في صالح الشرعية وساهمت في تقويض سلطة الحكومة على الأرض كما أورد التقرير، وما تجلى واضحا في موقف هاني بن بريك الأخير والرافض لتنفيذ اتفاق الرياض هو يد الإمارات الداعمة للفوضى في الجنوب. يعد التقرير وثيقة أممية تستطيع الحكومة الشرعية من خلاله بناء مواقف أكثر حزما في الملفات المتعلقة بالأزمة، أو على الأقل استقطاب المواقف الدولية المؤثرة لصالح بقائها كآخر خيوط الدولة. مجددا ترحب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني، كما أرحب بمن ينضم لي فيها هنا في الاستوديو الناشط الحقوقي السيد سيف المثنى. أهلا بك. أهلا وسهلا بكم. حياك الله. أهلا وسهلا بك. إذن تقرير سنوي لفريق الخبراء التابع للأمم المتحدة للعام 2019 أوضح خارطة الانتشار في البلد. يقول المناطق التي يسيطر عليها الحوثي هي مناطق فيها سيطرة واحدة وموحدة، بين بقية المناطق تتأثر أو متناثرة ما بين قوات طارق، الأحزمة الأمنية، النخب المناطقية إلى آخره، والجيش الوطني والقوات التحالف. دعنا نبدأ بالحديث عن ما الذي أوصل اليمنيين إلى هذا الوضع بحسب برأيك. هذا في البداية، هذه حقيقة متعارف عليها أنه الحوثي لديه هدف واحد وغاية مرسومة يسعى إليها، بينما نجد التحالف بما يسمى بالتحالف العربي أو أيضا بالشرعية المتمثلة في الرئيس هادي أنها ليس لديها الهدف أو ليس لديها الغاية ويعتريها التشرذم والتفرق. الذي أوصل إليه هذا الحال هو كما قلت الحوثي يسعى لهدف واحد لغاية واحدة، الشرعية ليس لديها الهدف
لإعادة الشرعية وإلا لما بقت منعزلة عن المجتمع اليمني، عن الشعب اليمني ببقائها في الرياض. التحالف لم يكن لديه الهدف الذي كان يسعى إليه سابقا، والذي هو إعادة الشرعية إلى اليمن، فاتضح مؤخرا أنه يسعى لسيطرة يمنية للعبث باليمن من باب اقتصاديا، أو أيضا السيطرة على بعض المناطق الاستراتيجية كما قامت بها الإمارات في جنوب اليمن، في شبوة، في أرخبيل، في إلى غيرها من مناطق اليمن. فهذا هو السبب الذي جعل الحوثي بهذه القوة، وجعل الشرعية والتحالف بهذا الضعف. وهذا ليس غريب، وإنما هي غاية، أو هذا تقرير ربما مسبق. نحن نعيش في واشنطن ونعرف هذه الأهداف، وحتى أنني كان لدي لقاء مع عضو في الكونغرس الأمريكي تبع الجمهوريين، فسألته لماذا لا تجد الشرعية، أو لماذا اليمن يعتبر قضية منسية داخل أورقة الكونغرس وداخل أورقة واشنطن، فقال نحن ندعم من، يعني ليس لديكم دولة في اليمن وليست لديكم معارضة قوية في الخارج، فإما إنها هناك معارضة متشردمة، أو هناك حكومة مهترئة، أو ليس لديها السلطة، وليس لديها أن تعود أقل شيء إلى أراضي محررة ما يسمى بين قوسين اللي هي في عدن. فهذا هو الوضع الحالي الذي تعيشه اليمن للأسف. طيب ما الذي أوصلنا إليه؟ أوصلنا إليه أنه ليس لدينا الهدف الأسمى الذي نسعى إليه. يعني نحن في التحالف كان الهدف الأسمى وكلنا رحبنا إليه في البداية، هو إعادة الشرعية إلى اليمن، أو إعادة الدولة إلى نصابها الذي سيطرت عليها الحوثي بقوة السلاح. فالذي أوصلنا إليه أنه اليمن تعيش تحت دول التحالف بما يسمى السيطرة الكاملة، أو أننا نحن تحت الوصاية. فحتى الرئيس اليمني غير قادر، أنه أقل شيء نحن نطالب، وهذا ما طلبنا إليه مسبقاً، أن الرئيس اليمني يظهر إلى الشعب اليمني يقول له ما الذي يدور؟ يعني لماذا اليمن تعيش تحت هذه الوطأة الاستعبادية أو الاستبدادية من قبل التحالف؟ الوزراء اليمنيين غير قادرين أنهم يلتقوا بالرئيس اليمني، والرئيس اليمني غير قادر أنه يعود إلى الدولة الأراضي المحررة التي هي عدن، والرئيس اليمني غير قادر أنه يعود إلى صنعاء لأنها تحت سيطرة الحوثي. الذي أوصلنا إلى هذا القوة المناطقية الذي يعيشها نحن مثلا اليمن عادة من سابق الزمان، لا نعيش مثلا ما يسمى بالطائفية، وإنما نحن محصورين بين مناطقية ومحصورين بين جغرافية. فاليمن أوصلها إلى هذا الشيء، هو التفرق المناطقي. الجنوب يريد أن يسيطر على الجنوب المدعوم من المجلس الانتقالي، مدعوم من الإمارات، يريد أن يسيطر على مناطق معينة. الحوثي يريد أن يسيطر على منطقة معينة في الشمال. الشعب اليمني محصور بين كماشتين، هذه الكماشتين، فالشعب مغلوب على أمره. طيب في سياق الحديث عن أن التقرير تناول تقويض الانتقال لسلطة الحكومة، أشار حرفيا إلى أن اتفاق رياض يقول قلص من سلطة الشرعية على الأرض. ما الذي تعنيه قلص من سلطة الشرعية إلى الأرض؟ ما الذي يعني تقويض الانتقال للحكومة الشرعية؟ نحن لو عدنا إلى قبل الاتفاق الرياض نجد أن الشرعية مقلص دورها تماما قبل اتفاق الرياض، وإنما أتى اتفاق الرياض هو دعم مساند للمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، والتي سعت الإمارات بكل جهدها وكل يعني ما يقال بجيشها وعتادها وثقلها أن تدعم المجلس الانتقالي أنه يدخل في هذا الخضم وأنه يقبل بهذا الحوار. لكن قبل الحوار كانت الشرعية مقوضة تماما، كان الدور للشرعية منتهي تماما. فاتفاق الرياض أتى لكي يطفي شرعية كاملة للمجلس الانتقالي، ويلغي السيطرة ما يسمى بالسيطرة أو بالسيادة للشرعية في الأراضي، مثل ما يسمى بالأراضي المحررة في عدن، في مارب. فأتى سحب هذه ما تسمى بالسيادة اليمنية بما تسمى بالشرعية بالرئيس اليمني، فأتى أن يضفي مشروع وشرعية كاملة للمجلس الانتقالي أنه يقبل بهذا، وهذا ما حدث. إلى الآن كانت بنود الاتفاق ما هي؟ كانت بنود الاتفاق أنه يتم في خلال 3 أيام، ثم أن يتم بعد ذلك في 90 يوم، فهذا كلها لم تأتي تماما، وإنما جعلت أسوار محكمة على الشرعية اليمنية، وأضفت ما يسمى بالشرعية الكاملة للمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، وهذا ما سعت إليه الإمارات بخطتها، نحن سننسحب من الإمارات لكنها تدعم المجلس الانتقالي. كانسحاب يعني إعادة انتشار. إعادة انتشار، وإنما هي قالت بهذا اللفظ أنه نحن انسحبنا ورفعنا يدنا من الجنوب، لكنها أسست
الثقل الموجود بما يسمى بالانتقالي النخبة الشبواني وإلى غير ذلك، وما سعت إليه الآن من السيطرة، حتى أنه في 2019 في أغسطس قصفت الجيش اليمني وقتلت ما يقارب 300 من الجيش اليمني، ويوم أمس تمنع الإمارات في نفس المكان في العلم أنها تدخل كتيبة، وبقيت يومين أنها تدخل إلى ذلك المكان. دعنا نشك معنا سيد المثنى سيد عادل الشبحي القيادي في المجلس الانتقالي الذي انضم لنا عبر الهاتف من الرياض. أرحب بك سيد الشبحي. تقرير الخبراء يقول إن اتفاق الرياض يقود سلطة الحكومة ويضعف مؤسسات الدولة في عدن ومناطق الشرعية، ما رأيك؟ شبحي بسم الله الرحمن الرحيم، أرحب بجميع المشاهدين. وأنا تداخلت الآن ولم أسمع ضيفك وعما كان يتحدث، لكني أقول أن اتفاق الرياض أهم إنجاز سياسي يتحقق في العام 2019، كان تحت رعاية المملكة العربية السعودية وكذلك مشاركة من الإمارات العربية المتحدة برعاية خادم الحرمين الشريفين وحضور ومتابعة من سمو الأمير محمد بن سلمان، وهو إنجاز أيضا كان مرافقا له كل خطواته وكل الوقت الذي بذل من أجل إنجاز هذا الاتفاق من قبل سمو الأمير خالد بن سلمان المشرف على الملف اليمني في المملكة العربية السعودية، وباركه طرفي الاتفاق ووقعته الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وكان يوما حافلا، وشعر جميع الشرفاء بأن هذا نصر للجميع. هناك طرف تيار سياسي داخل الشرعية شعر بأن هذا الاتفاق لا يخدمه، فلذلك أوجد العراقيل وتمسك بأشياء تستفز الطرف الآخر، ولم يقبل حتى بالبنود الأساسية سواء في باتفاق الرياض في البداية والجدول الزمني. ويعلم الجميع أن المعني بإصدار قرارات تعيين محافظ عدن ومدير أمن عدن هو الرئيس عبد الرب منصور هادي وليس المجلس الانتقالي الجنوبي، ونحن لم نعطل هذا أبدا ولم نرفض ولم يتم حتى اليوم مع الأخبار التي تتحدث على منع المجلس الانتقالي لدخول القوات الحكومية كما ينص، يعني ليس المنع الذي منصوص عليه في اتفاق الرياض بل دخول القوات الحكومية إلى عدن. يا أخي الكريم أنت لا تأتيني من آخر نقطة حتى أفصل لك. أولا البنود التي ذكرت في اتفاق الرياض كانت وفق حتى تم توقيعها وفق مصفوفة وتراتيبية، يعني ينبغي الأخذ خطوة خطوة والتنفيذ والرعاة يدركون هذا الأمر ويعرفون كل التقارير فيما يخص التنفيذ. فيما يخص الأحداث في ليلة أمس، هناك اتفاق بين الطرفين على إدخال قوة باتجاه محافظة لحج، وهي قوة يعني تتبع وللأسف الشديد جاء على رأسها شخص مشتبه به وكان له علاقة سابقة بالقاعدة، ونشك أنه لا زال متواصل مع هذا التيار الإرهابي، وهو شخص معروف يعني كان مرافقا لأسامة بن لادن. وليست المشكلة هنا فقط، وإن المشكلة الأخرى أن هناك اتفاق على أساس مغادرة أيضا قوة مقابل هذه القوة التي تذهب باتجاه لحج من شقرة باتجاه شبوة، لكنها لم تتحرك حتى كيلو متر واحد، ونحن انتظرنا سمحنا للقوة بالدخول وانتظرنا أن تتحرك تلك القوة المقابلة، ولكنها للأسف الشديد لم تقم بأي خطوة من أجل الانسحاب. بطبيعة الحال هذه روايتكم للأمر سيد شبحي، لكن فيما يتعلق بنقطة مهمة في التقرير التي جاء أو التقرير الذي جاء به فريق الخبراء ورفعوه إلى مجلس الأمن، نقطة مسألة مقتل أبي اليمامة. الحديث التقرير يقول أنه ليس هناك دلائل على تورط الحوثيين في هذه العملية على الرغم من ادعائهم لذلك، لكن في نفس الوقت بحسب مراقبين هناك إشارة لتورط هاني بن بريك، أو يقول محللين لهذا التقرير أن هناك إشارات في هذا التقرير تقول أن هاني بن بريك بعد تعبئته للجماهير في ذلك الوقت وللقوات المسلحة لمواجهة الحكومة الشرعية وقواتها هناك قد يكون هو متورط بذلك، ما رأيك أنت؟
أولا أكمل أن ما يعنينا في اتفاق الرياض هو الدور والجهد الذي قدمه الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ونحن حريصين وهم على تنفيذ الاتفاق ولن نسمح بفشل هذا الاتفاق أبدا. الشيء الآخر فيما يتعلق باستشهاد القائد والبطل منير اليافعي أبو اليمامة الذي نترحم عليه ونسأل الله أن يتقبله في مقام الشهداء. الحوثيون أعلنوا العملية وتبنيهم للعملية. إذا كان هناك جهة أخرى غير الحوثيين فالجهة الأولى هي الجهة التي تعتبر خصم لأبو اليمامة وتعتبر من أعداء أبو اليمامة والتي حارب أدواتها خلال عمله، وليس من المنطقي أن نتهم رفيق درب أبو اليمامة وشريكه وزميله في العمل الميداني والثوري وشريكه في الهدف الواحد. هناك أنت إذا كان هذا رأيك كمحلل أو رأي واحد أو اثنين من الإيديولوجيين أعداء أبو اليمامة الذين شمتوا وتشمتوا في عندما استشهد أبو اليمامة وذكروا كثير من الروايات التي تسيء للشهيد الرمز والشهيد القائد، هم أولى من يجب اتهامهم. والتحالف التركي الإيراني هو الأقرب أن يتهم في هذه العملية لأن هناك التنسيق بين أدوات التحالف التركي الإيراني في اليمن، معروفة من هي أدوات التي تنفذ الأجندات التركية ومن هي الأدوات التي تنفذ الأجندات الإيرانية، وهاتين ومنير أبو اليمامة أحد قادة المشروع العربي في الجنوب وهو يتوافق ويتوائم مع المشروع العربي الذي يتناغم تماما مع التحالف التركي الإيراني. بطبيعة الحال سيد شبحي، بطبيعة الحال السادة المشاهدين، القدرة على الوصول لهذه الوثيقة الأممية في نهاية المطاف، لا التحالف يعني ما تسميه التحالف التركي الإيراني هو من قام بإعدادها، بل فريق أممي ورفعها لمجلس الأمن. لكن على كل حال، على كل حال سيد الشبحي، يعني التقرير يقول عمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفية وحالات الاختفاء القسري وحالات سوء المعاملة وتعذيب المحتجزين تستمر من قبل أيضا القوات الموالية للإمارات العربية المتحدة في عدن، يتيح انعدام سيادة القانون للجماعات المسلحة الموالية للإمارات العربية المتحدة ارتكاب هذه الانتهاكات والعمل خارج نطاق سيطرة حكومة اليمن. يعني حتى هذا التقرير من أعده إخوان وإصلاح وتحالف تركي إلى آخره؟ لا، أنا 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 أجبت على الفقرة التي أنت اتهمت فيها طرف. أنا لم أتهم أحدا، ذكرت أنت للسادة المشاهدين أن يعودوا إلى التسجيل. تفضل. ذكرت اسم محدد وقلت أن المحللين يتهمون أو التقرير اتهم، مع أن التقرير لم يذكر ولم يوجه أي اتهام. الشيء الآخر أن التقرير فريق الخبراء ذكر مناقب كثيرة للحزام الأمني والنخبة الشبوانية وعلى وتصدرهم لمكافحة الإرهاب، وأيضا ذكر أن الإرهاب موجه لهذين الجهازين فقط وأن العمليات تستهدف منتسبي الحزام. لكن التقرير أيضا يقول، يعني هذا التقرير الذي تستشهد فيه سيد الشبحي، لماذا أتيتوا بالإيجابيات أنتم؟ لماذا أتيتوا ونقيتوا هذا التقرير؟ لأننا نناقش الآن دور يعني عرقلة القوات الحكومية، القوات الموالية للإمارات العربية المتحدة تستمر في عمليات الاعتقال والاحتجازات التعسفية وحالات الإخفاء القسري وحالات سوء المعاملة وتعذيب المحتجزين، وايضا طلبت مداخله تلفونيه. خليني اكمل فضل. خليني اكمل. طلبت مداخله تلفونيه ولست لي علاقه بما سبق وما سياتي، وانا يجب ان اعطى الوقت بشكل كافي لاوضح كل شيء. اذا ذكرت التقرير وعلاقته بالجنوب يجب ان تذكروا الايجابيات والسلبيات، واذا ذكرت التقرير بشكل كامل يجب ان تذكروا، اذا تذكروا السلبيات فاذكروا السلبيات الطرف الاخر التي وجهها واتهم وذكر ان موطن الارهاب هو البيضاء ومأرب، وقال ان هذه الاماكن هي مكان في اي الفقرات ورد هذا الامر حتى يعني يتاح للسادة المشاهدين العوده اليها. ارجع مثل ما بحثت عن السلبيات التي ذكرتها. بقية النقاط قد تناقش في حلقات أخرى، نحن نناقش اليوم سيد الشبحي. أكثر من يحارب الإرهاب هم الحزام والنخب الشبوانية. سيد الشبحي، محاور حلقة اليوم، محاور حلقة اليوم ليست متعلقة بما يحدث مع الحوثيين، هناك يعني قد تكون هناك حلقة عن ذلك، بالأمس تحدثنا عن التقرير أيضا. الفكرة اليوم نتحدث محاور الحلقة عن النقاط المتعلقة بالمجلس الانتقالي،
حدثنا عنها وتفضل. يعني التقرير يقول القوات الموالية للإمارات العربية المتحدة أو عفوا في عدن يتيح انعدام سيادة القانون للجماعات المسلحة الموالية للإمارات العربية المتحدة ارتكاب هذه الانتهاكات والعمل خارج نطاق سيطرة حكومة اليمن. الآن هذا الحديث، الآن اليوم نتحدث عن واقع سياسي جديد. هذه القوات جميعها أصبحت منطوية تحت وزارة الداخلية ووزارة الدفاع، أصبحت لديها رواتب بشكل مباشر من عبر كشوفات وبيانات تتبع هاتين الوزارتين وبإشراف مباشر من المملكة العربية السعودية. هناك واقع سياسي جديد يجب أن تؤمنوا به. أيضا إذا كنتم تؤمنون بكل ما جاء في التقرير، فالتقرير ذكر أن موارد مأرب تذهب لصالح مسؤولين في الدولة، أن موارد نعود لذات النقطة سيد سيد الشبحي. الحلقة لا تناقش ما جميع ما ورد في التقرير، الحلقة هذه تناقش وقد نناقش الأمر في حلقات لاحقة، وهذا أمر يجب أن يحدث، لكن الحديث الآن عن هذه النقاط. أن تقول الآن أن التقرير مدح المجلس الانتقالي، أين مدح المجلس الانتقالي؟ تفضل. ذكر كثير من المناقب لقوات المجلس الانتقالي وعلاقتها بمكافحة الإرهاب وأنها الوحيدة التي تكافح الإرهاب، وهذا ذكر في كثير من فقرات التقرير. أيضا ذكر اليوم من يحمي الحكومة في عدن ومن يحوي التواجد لكل مؤسسات الدولة في عدن. التنقلات التي مطار عدن الذي ظل يخدم اليمن بأكملها، يمر المسافرين من كل محافظات الجمهورية ويمرون ويسكنون في عدن ثم يتنقلون إلى خارج اليمن، والنازحين ينزحون من جميع محافظات الجمهورية إلى عدن. من يحمي هؤلاء ومن الذي ثبت الأمن؟ ظلت القوات الأمنية بدون رواتب لمدة أشهر، ومع ذلك سجلت نموذجا أمنيا فريدا خلال الأشهر الماضية، على عكس كثير من النماذج التي تبناها الطرف الآخر أو حاول الطرف الآخر أن يظهر نفسه، ومع ذلك فشلا ذريعا. تقدحون دائما ويقدح بصناع أو معدي التقارير بالقوات التي وقفت حررت المحافظات والمناطق في الجنوب من الحوثيين، ثم حررتها مرة أخرى من القاعدة وداعش، ثم ثبتت الأمن على مدى سنوات. هذه القوات وهذا المجلس الانتقالي المدعوم من الشعب، المدعوم أولا من الشعب والذي يعتبر حاضنته الشعب الذي والمجتمع الذي ينتمي إليه، وهو يحمل قضية واضحة ويعلنها للجميع، قضية أبناء الجنوب والقضية الجنوبية التي يطالب أبناء الجنوب باستعادة دولتهم بعد الوحدة الفاشلة. لماذا تركزون على كثير من الأمور وعندما نجيبكم ترفضون هذه الأمور؟ نحن نعرض هنا الآراء سيد الشبحي، لهذا الأمر أنت هنا معنا. على كل حال أشكرك على تواجدك معنا سيد عادل الشبحي، وأعيد التأكيد على ضرورة نقاش جميع النقاط الواردة في هذا التقرير، وهذا ما سيعمل غالبا عليه المساء اليمني في حلقاته، وقد خصص حلقة بالأمس لهذا التقرير ومناقشة المواد التي أشار إليها السيد الشبحي إذا كانت وردت فيما يتعلق بمأرب والبيضات. لكن أعود إليك سيد المثنى، يعني الحديث عن مسألة أن هناك تركيز على المجلس الانتقالي فيما يتعلق بهذه النقاط، ويتم ذكر السلبيات ولا يتم ذكر الإيجابيات، لماذا تفعلون ذلك؟ أنا سمعت للأخ تقريبا، ما أعرف ما هو التقرير الذي قرأه، يعني نحن لا نفعل ذلك، وإنما هو أتى تقرير أممي، وذكر التقرير الأممي الأخ المتداخل من الرياض ذكر أن التقرير ذكر أن الانتقال مدعوم من الشعب، بالرغم أن التقرير ذكر أنما هو محصور في مناطق معينة من ضمنها عدن، وعندما بعض المناطق لا تخضع لسيطرة الانتقال يقوم بإشعال الفتن كما حدث في شبوة وحدث في أرخبيل وحدث في المهرة. تحدث المتداخل أيضا على أن الانتقال، يعني هو بشكل عام لأن الضيف ما عاد معنا حتى لا يكون المسألة وكأنها، أنا كنت أريد أن أرد على بعض يعني بعض النقاط التي ذكرها، لكن ممكن الحديث بشكل عام لأن ما يطرحه كثيرون حتى في مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك عبر يعني المواقع والصحف وإلى آخره ووسائل الإعلام. يعني المسألة الحديث دائما لماذا يتم التركيز على النقاط السلبية فيما يتعلق بأداء المجلس الانتقالي، لكن هناك نقاط إيجابية كثيرة يتم التغاضي عنها، لما يقول هذه الشريحة، لما تقول أنه
محاولة ل يعني الدعاية السلبية ضد الانتقالي لتمرير أجندة تستهدف الانتقالي؟ لأن الانتقالي حاليا عندما سيطر على عدن وسيطر على بعض المناطق الجنوب لم يأتي بأشياء إيجابية حتى أنها تذكر. كل الذي فعله أشياء سلبية، من قمع للمعارضة، من قتل للدعاة، من إغلاق المساجد، ما قام به أيضا من ترحيل بعض السجون إلى خارج عدن، ما تقوم به الإمارات من العبث في اليمن وسيطرة على بعض المناطق الاستراتيجية، ما تقوم به أيضا من تنسيق، وهذا قد ربما أنه لا يعجب الكثير، لكن هناك تنسيق. تجد ما يحدث من تصعيد للحوثي في ماربي وفي الجوف، وفي نفس اللحظة تقوم الإمارات بالتصعيد في شبوة وفي أرخبيل وفي المهرة وغيرها، من تصعيد، من منع الدخول الجيش اليمني إلى منطقة العلم. أيضا ما يسعى إليه الانتقالي يقول، يعني عندما يتحدث أن الانتقالي يدعم الحكومة، يعني يدعم الحكومة ويحمي الحكومة، والحكومة غير قادرة أنها تعود إلى الأراضي اليمنية وإلى عدن، كيف يحميها وهو يمنعها من الدخول؟ يعني هو رئيس الوزراء هناك، لكن ليس جميع، ليس الجميع، وإنما الـ يتحدث أيضا عن إيجابيات لا توجد هناك إيجابيات حتى أنه يتم ذكرها. أنا قرأت كل البنود التي تحدث إليها التقرير، ذكر جميع الأطراف بما فيها الحوثي، بما فيها الشرعي، بما فيها الانتقالي. الانتقالي في 2019 بعد مقتل أبو اليمامة والذي هو ضالع فيه هاني بن بريك، تحدثت واشنطن بوست في تقرير مفصل في شهر سبتمبر 2019 أن هاني بريك هو لديه اليد الطولة في قتل أبو اليمامة، وأنه يعتبر هو الإرهابي الأبرز في اليمن بعد أبي العباس، وكلاهما مدعومان من الإمارات. فهذه أمور واضحة للعيان، لا يستطيع أحد أن يخفيها إلا من أراد أن يظهرهم بالمظهر الإيجابي، وأنهم دعاة للسلام، وأنهم يحمون الدولة، أو أنهم يتحدث أيضا أنه لماذا لا تذكر أن هناك. لكن في سياق الحديث، يعني في سياق الحديث عن دور المجلس الانتقالي في نهاية المطاف، ألا يمكن تبرير ذلك بأن لكل يعني في ظل وجود ضعف في هذه الشرعية التي يبدو أنها غير قادرة على العودة إلى المناطق التي من المفترض أنها تقع تحت سيطرتها، هذا الأمر مبرر السيطرة أتحدث لهذه الجهة المجلس الانتقالي، وفي بعض الأحيان قد تحدث انتهاكات هنا وهناك، وهذا الأمر يعني كما يشير التقرير نفسه، تقرير فريق الخبراء، تقوم به جميع الأطراف في اليمن، يعني ليس هذا الأمر حكرا فيما يتعلق ببعض الانتهاكات على المجلس الانتقالي. صحيح، هذا هو مبرر، وهذا ما تحدثنا إليه في بداية الحلقة، لأنه أو بداية البرنامج، أن هناك ضعف في الشرعية فجعل هذه الميليشيات المسلحة أنها تسيطر على مناطق. بالنسبة كمنطق سياسي هذا فعلا هذا مبرر، لكن كمنطق دولة وكمنطق البلد لا يعني هذا مبرر لك أنك تسيطر وأنك تمنع وأنك تشكل ميليشيات مسلحة. ما يعني ذلك أنك خارج عن نطاق الدولة وخارج عن نطاق السيادة، بل أنك أيضا خارج عن نطاق القانون الذي أصدره مجلس الأمن، القرار اللي هو ما يسمى ب 2216. فهذا ليس مبرر لك، خاصة بعد اتفاق الرياض الذي يعتبر أنه هو الداعم الأبرز تحت رعاية التحالف، فأنت خرقت كل هذه البنود، فهو لم يعد لديك مبرر، لأنك خرقت قانون الدولة، خرقت قرار مجلس الأمن الدولي، خرقت أيضا لم تقم بتنفيذ اتفاق الرياض الذي تم بين الطرفين وتم توافق، وكل اليمنيين رأوا أن في ذلك خير، لكن للأسف الشديد لم يتم السيطرة عليه ولم يتم تنفيذه، فهذا لم يعد تبريرا، وإنما هو يعد انتهاكا، ويعد أيضا سيطرة، وأيضا يعد تحكما بكل مفاصل الدولة اليمنية. يعني هو في نهاية المطاف التقرير شمل عام 2019 بشكل كامل. نعم. يعني ولا يركز فقط على الفترة ما بعد تقرير أو بعد اتفاق الرياض، لكن فيما يتعلق يعني هذه حالة التشتت العسكرية والسياسية سيد المثنى في مناطق الشرعية، عدن، الساحل الغربي، شبوة، مأرب، سقطرى، المهرة، يبدو أن كل واحد يحكم بمكان، الحكومة لا يبدو أنها هي المسيطرة. نعم. من المسؤول عن ذلك؟ المسؤول هو التحالف العربي الذي أتى لاستعادة الشرعية في اليمن، والذي كان الهدف الرئيسي هو إعادة الشرعية التي سلبها الحوثي، لكنه لم يفعل ذلك، وإنما أسس ميليشيات مسلحة في صنعاء وميليشيات مسلحة في عدن. وأيضا الدليل على ذلك أن المجلس الأول التحالف العربي رفع الغطاء الجوي عن مأرب،
وحدث تصعيد وإثارة فوضى في جنوب اليمن، وأيضا غض الطرف عما يدور في صنعاء، ولم يدعم الجيش اليمني ما حدث في نهم مؤخرا، أوقف الحرب أيضا في الحديدة، قام الآن بفتح مطار صنعاء للجرحى الحوثيين، وليس كقضية إنسانية، لأنه لو كان قضية إنسانية لرفع الحصار عن ما يدور في تعز، ما يقارب 5 مليون أو 6 مليون مواطن يمني تحت الحصار في تعز، لكان قام بهذا كله. لكنه كل ما يدور هو الأساس في هذا كله هو التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات التي أتت لتنقذ اليمن، وإنما في الأخير اتضح أنها أتت لتدمر وتسيطر على اليمن، وتنظر إلى أن اليمن كأنه محصور تحت فئة معينة أو تحت تحالف معين أو تحت حزب معين، فهذا ما يحدث الآن مما تقوم به التحالف للأسف الشديد. لكن عندما نتحدث عن الاتفاق، يعني أنت تقول أن اتفاق مثل اتفاق الرياض حظي بترحيب كعادة الشعب اليمني الآن حاليا يقبل بأي ترحيب بأي حل الآن الشعب اليمني لو نظرنا إليه أنه سيقبل بأي حل ينهي هذه الحرب وهذه المعاناة، حتى وإن جاء من قبل التحالف حتى أو من قبل السعودية، حتى وإن جاء من قبل التحالف، إذا أراد أن يرفع الغطاء عن الشعب اليمني الذي صار الآن ما يقارب 2 مليون طفل يمني غير قادر على أن يذهب إلى المدارس، تقريبا 80 ألف طفل يمني جندوا في الحرب تحت سن 13 سنة، السجون التي يمارسها والقمع للذي يمارسها الحوثي، المأساة التي يقوم بها المجلس الانتقالي في جنوب اليمن، فالشعب اليمني يرحب بأي حل، لكنها حلول بما يسمى دس السم في العسل، أو حلول موضعية لتهدئة الشعب اليمني أو لإعطائهم الفرح أنه سيكون هناك فرج، ثم بعد ذلك يجد أنه محصور بين كماشة الانتقالي وكماشة الحوثي وضعف الشرعية اليمنية وسيطرة التحالف على الدولة اليمنية. يعني فيما يتعلق بالحديث عن اتفاق الرياض، هناك من يتحدث، من محلل سعودي كان في معي في برنامج قبل بالأمس أو قبل أمس يوم الجمعة، يتحدث على أن الحكومة الشرعية هي التي يعني تعرقل اتفاق الرياض، يحملها المسؤولية. برأيك الآن يعني فيما يتعلق بهذا التقرير، هل سيكون منصفا، يعني هل فقد الأمل بشكل أو بآخر بأن تكون السعودية أو التحالف لنقل طرفا وسيطا نزيها فيما يتعلق بالصراع بداخل اليمن؟ هو ربما المحلل السياسي لا يعتبر أن الشرعية هي المسيطرة أو الدولة، وإنما هو قد ربما يعني فصيل معين كما تحدث الضيف من الرياض وقيادي في المجلس الانتقالي، وإنما هم يحصرها بالشرعية لكنها من تحت الطاولة، هو يرمون إلى هدف معين إنه هو المعرقل لاتفاق الرياض. بالنسبة تقصد الإصلاح؟ نعم، يقصد الإصلاح أو ما يسمى بالتحالف القطري التركي، دائما هذه التهم التي توجه الإيراني اليوم أو الإيراني. نعم، فهو لا يقصد الشرعية بذاتها المتمثلة في الرئيس هادي، لأن الرئيس هادي قد ترك المجال وليس بيده السلطة على هذا الشيء. بالنسبة للتحالف، هل هو سيكون وسيط بنوايا حسنة في الوقت الراهن؟ لا أظن ذلك، لأن التحالف لو أراد أن ينهي هذه الحرب أو أنه ينهي هذه المعاناة أو أنه يسعى للسلام لسعى إليها من البداية، ولم تستمر الحرب ما يقارب 6 أو 7 سنوات حاليا يعيش هذا الشعب اليمني، ولا تزال الجبهات متوقفة سواء في نهم أو في الحديدة أو في مناطق أخرى. طيب، دعنا نشك معنا في الحوار سيد المثنى السيد أحمد جعفان المحلل السياسي الذي انضم لنا عبر الهاتف من عدن. أرحب بك سيد جعفان، كيف تنظر إلى ما جاء في تقرير لجنة الخبراء بخصوص تقويض الانتقالي للحكومة ومؤسسات الدولة في عدن؟ أهلا وسهلا، تحية لك أخي وديه ولوجهك الكريم ولكل مشاهدين قناة بلقيس الأعزاء. أهلا بك. طبعا الحديث يطول في هذه المسألة، نحن أمام حالة ضبابية. طبعا نحن كنا دائما نؤكد يعني في الأوقات السابقة أن اللحظة الحاسمة ستأتي حينما ندخل في جوهر وصلب اتفاق الرياض، وهو ما يتعلق بالشق الأمني والعسكري. حاليا الأحداث تكشف تماما القناع وتكشف النوايا، أن الطرف الذي استطاع أن
يخرج قوات الشرعية من داخل عدن. الآن يعتبر عدن مكان محصن يعني بالنسبة لقواته العسكرية، وأنه لا يستطيع أن يمتد إلى المحافظات المجاورة ولن يسلم بسهولة للطرف الآخر. هذه المسألة الآن تضع المسؤولية كلها أمام الطرف الراعي لاتفاق الرياض وهو المملكة العربية السعودية، الذي ينبغي عليها أن تكون ونحن ينبغي أن نتابع الآن الموقف السعودي، ما هي ردة الفعل حول ما حدث في الأيام الأخيرة. لكن يعني بالإشارة إلى ما ذكره التقرير الأممي حول الأحداث وحول تقويض السلطة الشرعية، نعم هو كان أيضا قد ذكر هذه الأمور في تقارير سابقة عن تآكل الشرعية، لكن هذا التآكل جاء مؤخرا بعد الانقلاب يعني الثاني الذي حدث في أغسطس الماضي. ويعني الشرعية هنا يعني كان المطلوب منها أنها تشرع أيضا الانقلاب الآخر الذي حدث في عدن، وهذا هو المعنى الواقع والمعنى السياسي لتآكل الشرعية الذي حدث. يا أخي العزيز، أن الشرعية يعني أخرجت من العاصمة الثانية وتم التوقيع على اتفاق الرياض بنوايا مختلفة، كانت نية الطرف العسكري المدعوم من الإمارات العربية المتحدة أن يعني يستفيد من اتفاق الرياض في شرعنة انقلابهم. وهو قبل ذلك أيضا حينما يعني دخل إلى قصر معاشي وما شابه ذلك لم يصرح بأن يعني بأنه انقلب على الشرعية، بل قال أنه هو يتبع شرعية الرئيس عبد الرب منصور هادي، لأنه لا يريد أن يفي بكل الالتزامات المترتبة عليه تجاه يعني الناس وتجاه مؤسسات الدولة وتجاه كل الخدمات التي ينبغي على السلطة المهيمنة أن تقوم بها. الآن نحن أمام حالة يعني شاذة نعيشها في يعني واقعنا، الأمور يعني تتفلت من أيدي الشرعية ويجري كذلك يعني شيطنة الطرف الموجود داخل الشرعية الذي يمثله يعني وزير الداخلية الميسري وكذلك الجبواني، وحتى بعض الأصوات الآن من يعني الإعلاميين والسياسيين في المملكة العربية السعودية يتحدثون أيضا عن أن هذا الطرف داخل الشرعية كان طرفا معطلا ويجري الحديث بهذه الصورة، بينما الانتقال يحاول أن يراوغ ويحاول أن يستفيد من الوقت ويحاول أن يستفيد من الغطاء الذي توفره المملكة العربية السعودية ويحاول أن يعزز قواته في المناطق التي يسيطر عليها، ويريد أيضا أن يرسل رسالة للمجتمع الجنوبي أنه طرف قوي، طرف لا يقدم أي تنازلات، وأنه قد استفاد من اتفاق الرياض في التقدم يعني خطوات إلى الأمام فيما يزعم يعني. لكن كل ذلك هل كان ليحدث سيد جعفان؟ هل كان يحدث لولا دعم الإمارات للمجلس الانتقالي؟ ويعني في نهاية المطاف الإمارات عضو في التحالف العربي ولا زالت إلى الآن. نعم، هنا بيت القصيد، ما كان لهذا المجلس الانتقالي ولا لأي طرف آخر داخل يعني الجغرافيا الجنوب اليمني أن يحقق أي شيء لولا الدعم الذي يعني حصل من الإمارات العربية المتحدة، وهذه الغلطة الاستراتيجية الكبرى التي يعني كانت من قبل السلطة الشرعية وعلى رأسها عبد الرب المنصور هادي حينما ترك المجال للإمارات العربية المتحدة أن تعبث وتعيش في الواقع الجنوبي وتصنع كل هذه التقسيمات وكل هذه التشكيلات وتصنع لنا عاهة مستديمة في طريق مشروع الدولة الوطنية. كنا بحاجة ماسة إلى أن يعني نعزز قيمة المشروع الوطني من خلال العاصمة الثانية عدن حتى ننطلق يعني بعد ذلك إلى تحرير صنعاء، ولكن ما حدث عكس ذلك. الإمارات العربية المتحدة يبدو أنها كانت منذ اليوم الأول حينما دخلت تخطط لهذا المشروع وتحاول أن تصنع لها قدرة داخل جغرافيا الجنوب، وليس الأمر هو من قبل تحقيق المشروع دولة جنوبية كما يزعمون.
هذا ايضا ليس واردا، لان المساله يعني بعيده تماما عن هذا السياق. المساله تتعلق باصرار الدوله اليمنيه من مضمونها تقسيم المجتمع، صناعه ولاءات لهذه الدول التي هي بدورها ايضا تعتبر اداه لمشاريع خارجيه في اطار مشروع التنافس الدولي بين القوى الكبرى في هذه المنطقه الجيوستراتيجيه الهامه من العالم. وهذا ايضا يعني يسوقنا الى الاهتمام الكبير الذي يعني تريد نحو جزيره سقطرى، وتحاول يعني بشتى الطرق والوسائل ان تسيطر على هذه الجزيره من خلال الاجواء. نحن نعرف ان مجتمع سقطرى مجتمع مسالم، مجتمع يعيش حياه هادئه منذ الازل، لكن حينما دخلت هذه القوات التابعه للامارات العربيه المتحده صنعت كل هذه الاشكالات وصنعت شرخا اجتماعيا وسياسيا وقبليا داخل الجزيره، لان الجزيره طبعا تتحكم في طريق لك. يعني في يعني هي عباره عن منطقه مهمه جدا داخل في قلب المحيط الهندي، وهذه المنطقه ستكون عباره عن مجال حيوي للتنافس الكبير بين القوى الدوليه، يعني الصين مركزه على هذه المنطقه، و يعني الولايات المتحده الامريكيه، وهناك قواعد كبيره داخل المحيط الهندي، وهي يعني مشكلات كبيره جدا. تحاول الامارات ان تدخل الى هذه المنطقه لتكون يعني عباره عن يعني اداه من ادوات الصراع الدولي، ويكون لها مكانه على حساب ديمقراطيه اليمن، على حساب مشروع دوله اليمن. وهذا يطرح تساؤلات. شكرا لك. وهذا يطرح هذا الامر يطرح الكثير من 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 التساؤلات سيد احمد جعفان، ومنها يعني على كل حال اشكرك على تواجدك معنا في هذه الحلقه، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. هذا يطرح تساؤلات يعني في ظل ما يمكن ان يكون تواطؤ من قبل التحالف، عجز من قبل الحكومه الشرعيه، تمرد من قبل او انقلاب وتمرد أو انقلابين أيا كان التسمية، ما هو مصير الشرعية ومن خلفها اليمنيين خلال الفترة القادمة برأيك؟ هو ربما المتحدث تطرق إلى نقطة مهمة، وهو أنه ضعف الشرعية، وأيضا ما يسمى دائما النغمة التي دائما تسيطر أن هناك طرف أو هناك شيء في الوسط هو الذي يعرقل هذا الاتفاق الذي مثل تم في الرياض. وأيضا ما يحدث هو أنه الدعم الإماراتي المستمر للمجلس الانتقالي وصمت السعودية، هو تحدث أنه أيضا ينتظر من السعودية أن يكون لديها رد على ما يحدث، وهو ربما كثير يجهلون أن السعودية تتقاسم الأدوار مع الإمارات، أن السعودية تسيطر على شبوة، تسيطر على المهرة، الإمارات تسيطر على الجنوب، على عدين، على مكتسباتها، على المناطق الاستراتيجية، فصارت اليمن مقسمة، فلا ينتظر شيء من السعودية. طيب وفقا لذلك ما هو الحل؟ يعني ما هو المنظور؟ ما الذي ينتظره ما الذي تنتظره الشرعية ومن خلفها اليمنيين؟ الحل هو أنه تظهر الشرعية المتمثلة في الرئيس هادي، وهذا طالبنا فيه مسبقا، أن يظهر للشعب وأن يبين للشعب اليمني ما الذي يدور. نحن الشعب اليمني ليس الشعب اليمني بالشعب الغبي، هو يعرف ما يدور، لكنه متمسك بما يسمى بالقشة التي تنقذ الغريق، وهو بالرئيس هادي. لا زال الرئيس هادي في نظر اليمنيين هو ما يمثل الشرعية، فهم متمسكون به بالرغم على مسالبه ومثالبه، والرغم على علاته التي يمارسها للشعب اليمني. فلا ينتظر منه إلا أنه تتوقف هذه الحرب، أن يكون هناك ينظر إليه كحل سياسي، وأن يظهر الرئيس هادي، وتكف الإمارات والسعودية عن أطماعها المستمرة مسبقا من سابقا، وليس من يعني ليس من جديد، وإنما لديهم الأطماع سابقا في عهد الرئيس المخلوع وفي عهد غيره من الرؤساء، وإنما أتت لهم الفرصة، أتت لهم دولة مهترئة، أتت لهم جيش ممزق، أتى لهم شعب وصل إلى حالة من الانهيار، إما بالفقر إما بالاقتصاد الهش، فسيطروا على هذه وزرعوا مخالبهم في كل مكان في اليمن. على تواجدك معنا شكرا لك سيف المثنى الناشط الحقوقي، معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. شكرا لكم. الشكر موصول لكم مشاهدي الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل الفني والتحريري، إلى اللقاء.